المفروض دوت التايب جاهز، التايب جاهز وانا عامل له ايديت تايب ومخلي مقاساته كام؟ هعمل له بس رينيم عشان تستعمل له رينيم واخليه 250 في 600. كده الاسم هو هو المقاسات الموجوده. هتيجي عندك في المشروع وتمسك النوع دوت كنترول سي عشان ما تعملش نوع جديد في المشروع وعشان ما تعملش لود انك تجيبه من بره. هتيجي في المشروع بتاعك تدوس كنترول في كويس، واحنا بنعمل ريكورد. هو انا ازاي بتقلب من المشروع للمشروع للمشروع او من الفيو للفيو للفيو؟ الكلام ده بيتم في ريفت. لو حد فيكم اشتغل اوتوكاد وفاتح اكتر من فايل اوتوكاد، بتتقلب بينهم ازاي بشورت كات في الكيبورد؟ حد عارف؟ يعني انا بفتح فايل كات اليفيشن وفايل كات سيكشن وفايل كات بلان، ازاي بتقلب بينهم؟ بخليه يجيب لي دوت وبعد كده يجيب لي دوت وبعد كده يجيب لي دوت. في شورت كات ثابت. لو انت جوه السوفت وير وعايز تتقلب بين الفايلز، بتثبت صباعك على زر كنترول وبتدوس تاب. كل ما تدوس تاب مره ايه اللي بيحصل؟ بيجيب لك الفيو الثاني، كنترول تاب بيجيب الفيو الثاني، كنترول تاب بيجيب الفيو الثاني. فاللي هيحصل بمنتهى البساطه ان انت هتمسك البيم ديت وتدوس كنترول سي، بعد كده تدوس كنترول تاب لحد ما تيجي على الفيو اللي فيه الايه؟ الفاونديشنز او الاساسات انشائي، وتدوس كنترول في. ايه اللي حصل كده؟ اللي حصل ان انا يعتبر خدت الكاميرا دي كوبي بيست من الفايل الاولاني للفايل الثاني، فيعتبر النوع بتاع الكاميرا دي اتنقل من الفايل الاولاني للفايل الثاني. كده نوع الكاميرا دي بقى موجوده عندي في المشروع دوت. كده لو انت جيت تفكر هنا انك تعمل لها ديليت مش فارق معايا، لان النوع بقى موجود جوه المشروع. في الحاله دي لو جيت تعمل ستراكشر، ستراكشر ايه؟ قائمه ستراكشر، ستراكشر بيمز، لان احنا قلنا كلهم بيمز. هتلاقي في الانواع الموجوده على الجنب هنا حاجه اسمها ايه؟ كونكريت 250 في كام؟ اختاره وابدا ارسم بيه. لو بدات ترسم كده هتلاقيهم بيكونوا متوصلين ببعض كده. المفروض طبعا الرسم اللي انا برسمه ده هيترسم طبقا للايه؟ للكات فايل، يعني هتدخل الكات فايل وترسم عليه. حد تاهي في الجزئيه الثانيه دي؟ اخر بس كومنت في الجزئيه دي، بالنسبه لريفت او بالنسبه لاي، او خلينا نقول بالنسبه لاي سوفت وير بيرسم ستراكشر، لاحظوا حاجه. الكاميرا دي وهي بتتحط في ليفل اسمه ليفل ايه؟ يعني ايه؟ يعني لما اطلع في الدور الثاني واعمل كوبي منه واخلي الكوبي ده هغير اسمه، واجي ارسم في الدور الثاني كاميرات جديده، الكاميرات دي تتحط في الدور الايه؟ الثاني، ونوعها كده. لما تيجي ترسم الكاميرات دي ايا كان اللي هترسمه، ليه الكاميرات مش باينه؟ ايه؟ ما عملتش التمبلت زي ما عملت في الفاونديشن، احنا لسه مجربينها. بتعمل نسخه، تاني خطوه بتعمل نسخه، بتدوس رايت كليك وبتقول له ابلاي فيو تمبلت، وبتختار التمبلت نوعها فاونديشن. هتلاقي الكاميرات بانت اهي. فاهمين قصدي؟ لازم تعمل ده عشان الكاميرات تبان. بس خلاصه الكلام هنا اللي عايز اتكلم فيه، انك لما ترسم كاميرا جوه ريفت، هو بيفهم ان الكاميرا دي هي اللي بتشيل الدور. يعني لو في ليفل اسمه ليفل 1 وبتحط كاميرات في ليفل 1، الكاميرات بتتحط تحت الدور مش اللي في سقفه، اللي بتشيل ارضيته. فاهمين الفكره؟ يعني كاميرا بتبقى كلها تحت الدور. لو بصيت في الواجهه كده هتلاقي الكاميرا كله معمول بنفس السيكونس ده، اللي هو هنا في الدور اللي فوق، الدور الثاني دوت الليفل بتاع ليفل 1. لو لغيت لك البلاطه بص الكاميرا معمول فين؟ الكاميرا معمول بحيث ان هو كله تحت ليفل 1، فلو ليفل 1 موجود يبقى الكاميرا دوت اللي بيشيل ليفل 1. فاهمين الكونسبت ده؟ بس ده كده يعتبر ثاني جزء، ازاي تعمل كرييت للبيمز. المفروض هتعملوا البيمز، او خلينا نقول السيميلات اللي تحت والبيمز بتاع كل الادوار. اوكي؟ دي كده تاني بوينت. اسكيب.